هذا الشيخ الطيب بسم الله وعلى بركة الله. متخيلون أن قطعنا 60% من الرحلة، ولهذا السبب يعني مدينة جديدة وين مكان المسلمين هاشم مقفل في هذه الرحلة، يمكن زكمت 4 مرات 3 مرات. المهم بسم الله وعلى بركة الله قطعنا 302,000 خطوة ومدري كم الكسور، والآن متوجه إلى المسجد. وأعرف جنب المسجد في كذا مطاعم وأشياء، وفي شيء مرة مشهور اسمه مشاوي أبو لحية كبيرة كبيرة جداوي بحث ويزوه هنا كثيرين. مع الفيديوهات القادمة راح تشوف ما شاء الله الحجاب في أي مكان عند المسجد يكون كثير. شوف حتى اللي يقطع الشارع هناك، الشارع شون شون، أوكي اسم المسجد شون شون مسجد. فبسم الله وعلى بركة الله، حسب ما وصف لي السكيورتي اللي قبل شيء سألته الشرطي، قال لي ادخل من هنا بعدين ما ادري وين راح تلاقيه. فبسم الله وعلى بركة الله، كيف السقف حق السوق باين انه حق مسلمين. هذا مطعم ولا ملحمة؟ شوف كيف ما شاء الله المحجبات، ملحمة. ترى انا والله مقفل الخريطة وسألت واحد قال لي روح سيدة، فانا دخلت سيدة وجالس اصور واحاول اكتشف المكان. وين المسجد ده؟ السلام عليكم. هذا هو المسجد اللي صار له 1000 عام. مسجد عجيب بوسط سوق. ايش بيبيعوا؟ بيبيعوا تمر، طواقي يا طقية انتو اياه، هذه يستخدموها النساء في الحجاب ما شاء الله. طواقي، لبس، لوح، تحف، هذا يمكن تحصل عنده المنتجات اللي من مكة محفورة على الحجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. صابون الحبة السوداء، محل مختص بالحجاب، الحجاب واللبس المحتشم. هذا اللي تلصق على السيارة، سجادات صلاة، تمر إماراتي من أكثر أنواع التمر المشهورة في الصين، وصحون وكاسات. بيغذوا المسلمات هنا كويس. هذا البيض بالشاي، أي محل هنا غصب عنه لازم يكون حلال. مانتو، مانتو وستيكي رايس. راح أرجع، شكله عند الباودز مرة كذا كبيرة. هذا محل دعاية وإعلان، لو تلاحظوا كل طباع حقته حق المسلمين. المنطقة مو كبيرة بس المسلمين اللي هنا كثير، لاحظت هذا الشيء. فخلنا ندخل المسجد بعدين نطلع نلف على المطاعم والأكل. لا تسلم لين بكرة. فقدت الأمل أنا بالشحاتين الصراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكله في تذاكر كمان. شو هذا سكن، في هوتل هنا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. راس عارف الحين انه كله هذا جديد وما في شيء قديم، لكن حركة الكراسي كذا والبرحة في المسجد ما شفتها في مسجد في الصين قبل كذا. شوف المسجد وين، حوله كله مباني. هل يمديني ادخل اصلي؟ طيب مستحيل، هذا باب صح؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يمكن هذا الفندق، هذا تابع المسجد ترى كمان. مقفل، اتوقع مفتوح. الطبيعي دائما المساجد تكون مفتوحة مكان الصلاة، بس يمكن الباب مختلف شوي. حروح حسن اللي على الباب بعد ما تأكدت اني مسلم، قالت تدخل مع الباب الثاني مكتوب انه افتح. هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن هنا مكان الدرس الديني اتوقع، الله اعلم. المسجد صراحة جدا بسيط، يعني ما في اي معلم انه مسجد. خلينا نصلي الحين، وانا قزيت مطعم داخل المسجد فشكله في اكل طيب. تبارك الرحمن، بسم الله. جو متناقض بصير. هذا الفندق داخل المسجد، حتى اللوح اللي في الممرات قرآن. هذا المسجد وكل شيء طيب، شايفين اللوح الزرقاء؟ هذا الأزرق داخل المسجد ومطعم، بس ما أدري إيش يبيع. عنده هذه زي البوفيه، فتقدر تاخذ نص نص نص، أو تقدر تشتري من هنا طازة، هو يسوي لك الإيدام، فقلت له اختار على كيفك وأعطينا. لحم مفروم، وهذا المطعم حقهم. هذا لحم. ما ادري ايش حتسوي، ترى ضاع والله. جلسوا يسالوا بعض ايش نسوي له طيب؟ والله انا ما في منيو، يعني حتى المنيو اللي هنا والله خليني اوريكم اياه. شوف
هذا منيو اقلب تكفى. هذا المنيو وهذا الدجاج، ما ادري حتمكس دجاج ولحم مع بعض. اللي قطعت حطته بالمايكرويف. هذا اللحم حالي كولا جشا جيرو جيرو خا يا شوفوا ايش حطيت، باذنجان على بيض على لحم على لحم حالي على دجاج. طاني شاي الله يكرمه. هل انا المفروض اكله هذا كذا مباشر ولا؟ لو تشوف الدجاج تقول مندي ما شاء الله. هذا اللحم خلنا نشوف ايش الابديت. الصوص طازه، فلفل حراق مع بصل اخضر اللي الحين حتسويه. الله يستر. حلو بسم الله. انا بقعد هنا عشان الشمس. هذا ميكس دجاج على لحم مدخن على ما ادري شو، وهذا الفلفل اللي حيجيب العيد فيني. ماشي لسه كنت حستفسر وين الرز يا جايز. تاخذ اللحم هذه كذا اوكي، شوف فين كيف، بعدين تغمسها بالفلفل يا سلام، بعدين تجيب العيد. شي بسم الله. للتأكيد اللحم مرة أخرى، فلفل كذا. اللحم ما في صوص، ما في طعم، فكله يعتمد على الصويا صوص والفلفل والدينامور اللي هنا. خلنا نجرب الدجاج. هذا بط ولا دجاج؟ شكله بط صح؟ مو دجاج. أتوقع إنه بط. أنا الصراحة ما أحب الجلد اللي زي كذا. الدجاج ما يجي كذا لونه بني صح؟ تجيب البط تغمسه كذا. الأكل ستاندر صراحة جدا. هذا الصحن حيطلع فيه طعم كثير، فمثلا هذا الدجاج، دجاج وفلفل وبهارات، دجاج وبطاطا، كلها كله دجاج. بسم الله. الصينيين يطبخوا كذا الباذنجان، ما أدري كيف يسووا، يسووا زي الإدام. هذه بيض وطماطم، هذه الشكشوكة الصينية نفس حقتنا نفس المكونات، لكن ما أدري ليش تجي حالية. الدجاج الأول حلو، في شيء قالت عنه حلو، سبانخ أتوقع ولحم بقر. صراحة ما قالت سبانخ، بس أنا قزيت شوية فقلت يمكن كذا يجي زي اللحم مبشور، وفي خس ما أدري في سبانخ، عشان شايف فلفل كذا حلو سبانخ. في شيء آخر نفس اللحم اللي أنا جالس أكله هنا، لكن في طريقة ثانية يسووه بالإدام يطبخوه يعني. اللي عندي هنا حاليا ما في طبخ، مو مطبوخ لكن مستوي، فتغمسه في الصوص. هذا الصوص حقه جاي جاهز. اللحم البقر تبعهم الاثنين جميل جدا. شفت انا مطوله كبيت كل شيء كذا مره واحده. الحساب 45. سيشي السلام ورحمه الله وبركاته. انا والله الشمس عامت مو شايف شيء، ما تشوف شحاتين كذا الا عند المساجد او اماكن المسلمين، كأن جزء من الدين حقنا يعني. هذا الخبز المنتو على البخار ما يكون له طعم، لكن شوف كيف الجزء هذا كل الباوز حقتهم مره كبيره ما ادري ليش. الحبه بثلاثة كواي. شكرا. ابغى ادور مكان تشوف الناس لانه الحجابات كثير جدا. هذا اللحم ما ادري ايش نوعه، مدخن ما ادري كيف يسووه. هذا الشيخ دائما تبارك الرحمن، ثاني محل من لما وصلت زحمة عليه، كبر راس ناس والشكل حقهم ملفت يعني مركزين فيه، مبدعين مبدعين. بسم الله على بركه الله. يخرب شكلك، انا قلت لك لحم لحم وخس. شوف ايوه لحم وخس. العجينه حقتهم حلوه، العجينه اغلب البازو اللي تاكلها في الصين يا في طعم يكون في العجينه مختلف يعني ياثر، بس هذه العجينه الحشوه خفيفه جدا والخبزه مره كبيره، فهم اختصاصهم اصلا العجينه. هذا هذه اذا قيمها كبازو محشيه لحمه لا والله ما فيها لحم ابدا، لكن العجينه اللي هنا كويس كثير. محلين قدامي طق نعل زحمه يعني مقارنه بالمحلات الاخرى. شوف ايش يبيعوا. اوكي نان، خبز بسكر، خبز عادي. ايش هذا؟ خلينا نقول انها زي البولز لكن يسووها كذا محروقه. سبرينج رول، محشيه فاصوليا حلو. عندها بطاطا مقليه، بطاطا ولا توفو. انا هذا مطعم اخر يبيع نفس اللي قبل شوي. هذا عند الدجاج الاحمر يشهي، هذا عند اشياء مختلفة، فودي الصراحة ادوس مع المختلف. هذه فاصوليا كريغولا. يفر يفر حرام. باستا يلا شفتوا كيف الطلب؟
ما شاء الله 20 كواي كل شيء بأربعة كواي، هذا أربعة كواي، أربعة كواي، أربعة كواي، يعني الحسبة تقريبا. أكثر شيء أنا متحمس له الصراحة السمك. آه وخا يومي فان ويجي الماي لاجيكا. العشرين كواي مع رز، ندخل بالسمك المقلي تتبيله مو بس داخل سمك متعاملين معاه كأنه دجاج نجت محل صيني سوي لك باستا مليانة فلفل الله يستر الأكل بارد جدا الأحمر هذا مو صوص طماطم فلفل يعني فيه طعم الصراحة بس بارد جدا أتحداكم لو واحد في الصين شاف محل يبيع فاصوليا كذا الصينيين يستخدموا الفاصوليا هذه مزة خفيفة جدا معنا مليانة زيت حبيت هذا يكون بارد والرز سخن من أكل الفلفل بالمدينة السابقة وشفايفي هذا الشيء اللي خلاني أوقف مو حبا بالفاصوليا بس كي ذكرني بحشوة غوزي ما أدري إيش يسموه فاصوليا ولحم مفروم سمبوسة لا ما أدري الله البزيلنا مع اللحم المفروم روعة لو يحمسوها مع الرز كذا أوف لحم مفروم وبصل يلا مع الرز يا سلام في شيء آخر المفروض إنه بصل ولحم مفروم لكن الصراحة 90% لونه أبيض إيش ذا الأخير هذا اللي كله لحم مفروم ما ماشي هذا الفيديو ما حط ولا تقييم بس هذا محل اللحم مفروم والبازيلا حلو الباقي عادي المقياس اللي أسأل نفسي أنا دائما هل راح أرجع المطعم عشان أكل هذه الوجبة ولا لا لا بس البازيلا واللحم مفروم ايوه بسم الله وعلى بركه الله تجربه كانت مميزه رحت اماكن ومطاعم مسلمين كثير لكن ما شفت كميه المسلمين كذا مضغوطين في نفس المكان الشيوخ في كل مكان تعالوا شفت هذه جالسه لحالها من اول ما حد عندها فقلت خلنا نجي نشتري سوامي حلال وتطلع الحين السوبر ماركت تروح السوبر ماركت اللي قدام ما تحصل الحلال فما ادري هل في رقابه او اي واحد يحط الختم ومشي نفسه ايكا اليانكا خي كولا هذا معمول بالفصول كيس ربع كيلو بثمن حبات بعشرين كواي بسم الله على بركة الله الحساب 23 كواي رجعنا للمكان ايش يسوي عاد ما في الا هو هذا المعمول الصيني يكون محشي فاصوليا هذا سعر الحبة بكواي طبعا اللي ياكلها ما يعرف يتوقع انها تمر لكن هلا بالخير لان الطعم الصراحة يكون قريب من التمر مع انه حالي شوي هذه الحبة بكواي بسم الله وعلى بركة الله ممسك زي تبع نحول جافة جدا هذه مع شايح تطلع بيرفكت لاني دقت احلى منها صراحة كان السينابون لكن خبز ما هو محشي ولا شيء كمان هذا الحبة بكواي مستحيل يكون خبز سادة لازم كذا محشي يعني جيد بس مو مرة كيك المحشي ورد تصنيع المدينة هنا هذا شيء مميز جدا للمسلمين في الصين ليش مسوي دعاية للموية تعال بسم الله ان شاء الله يكون معمول كويس هذا الباكينج 20 كواي 8 حبات الله يسر يعني مو بمعمول هذا لا حق الايغور غير شوف كيف هذا الرز هذه هي البسكوت ما ادري العجينه ما ادري ايش تتسمى هشه ما اقدر اكسرها الا تنكسر والله شوف كيف محشيه بقلب هذه حلوه روعه اتعجب بنفسي كيف حشوة الورد عجبتني تقييم المخبوزات في أفضل منها بكثير هذا الشيء حلو بس لو أقارن تبع الأويغور مع اليونان هنا لا الأويغور يفوز الحمد لله أكل طيب إيش اسمه حل بالله تقوى وأناقة حلو سلوغن جميل يأجر فساتين عرس ما شاء الله المنطقة كلها قاعدة تبيع أونلاين كراتين هذا اللي جالسين يسووا باكينج كله أونلاين وهذه جالسة تبيع على الدوين على التيك توك الصيني قاعد تقولهم واو الأكل جميل وعندهم المنتجات الحليب اللي جربناها بمنغوليا ودي أدخل أشتري من عندهم شوف كيف شو كأن الرز والإدام جاهزين
كل هذه الطلبيات جاهزة للشحن أونلاين. شوف ما شاء الله يعني مسويين باكينج ومخلصين، تبارك الرحمن. اي والله هذا كله من فضل ربي. مشغلين ما شاء الله، ايش جالسين يبيعوا؟ اشوف جالسين يبيعوا الدجاج الحلال المفرزن، سجق حلال. يمكن المحلات اللي هنا هي مصدر للحوم الحلال اللي في المنطقة. أكثر شيء لاحظت أنه مشهور في هذه المنطقة هذا اللحم، اللحم المدخن مدقق. بس تطلع من الشارع حق المسلمين هنا بس يبدأ جو الكفر. قلت خلنا أوريكم الفندق حقي، أصبر خلنا أروح الباب بعدين أوريكم إياه. عندك مطبخ أول ما تدخل، أوكي غسالة، عندك دورة المياه، بعدين هذه الصالة الخفيفة اللطيفة، ثلاجة وغسالة ومدري إيش، تلفزيون. طيب الشيء المميز صراحة، أوف لكن لازم أطفي النور. وأمامك على طول سكة القطار، القطارات أبدا مو مزعجة ما تسمع صوتها، والشروق والغروب والمباني وبس. والله سعر الفندق هذا الليلة ب102 كواي، يعني تتكلم 15 دولار. مشكلته الوحيدة انه يبعد عن المترو كيلو ونص شيء زي كذا، فيبغالك تكعب 20 دقيقة او تاكسي ب8 كواي. خطوات اليوم 9 5 9 4، صراحة قطعت اليوم حلو. في نهاية الرحلة راح انزل برنت كامل في الخطوات والمجموع يعني بالورقة والقلم، وراح تشوف اني انا يعني في خطوات ما حسبتها.